المنتخب الاول الظروف دلوقتي بقت مهالي للوصول لكاس العالم؟ الحمد لله. يعني تقدر تقول عندنا دلوقتي او كل المصريين عندكم منتخب واحد، منتخب صغار السن، منتخب مستقبل قدامه. بعد فتره كان عندك جيل طبعا كلنا عارفين ان الجيل خلص 2010، من بعده ما جاش جيل كوره تقدر تقول واقف على رجليه زي الجيل ده. انت عملت جيل كويس، كلهم صغار السن، قدام مستقبل كبير، معاه جهاز فني على اعلى مستوى، الاتحاد الحمد لله موفر له كل شيء. فتقدر تقول ان باذن الله انتهينا من مرحله، يعني او ان احنا خلاص شبه حاجه 90% تقدر تقول انت وصلت كاس امم افريقيا. فباذن الله التركيز في المرحله اللي جايه هيكون على تصفيات كاس العالم باذن الله. على تصفيات كاس العالم باذن الله.